عقد تكتل جمعيات طنجة الكبرى جمعه العام العادي المتكون من 50 إطار جمعوي وممثلين للهيئات الجمعوية للوقوف على أهم الإنجازات التي حققها التكتل منذ تأسيسه. تجربة تكتل جمعيات طنجة الكبرى هي تجربة رائدة على مستوى المغرب، على اعتبار أننا في ظرف ثلاث سنوات تم تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية. أولاً لم شمل الجمعيات المجتمع المدني، ثم التنسيق والثقة التي حظي بها تكتل في علاقته مع الفاعل السياسي والفاعل المدني والسلطات المحلية وكذلك المواطنين، لأنهما أساس هذا التكتل، ونحن كمجتمع مدني نحن إلا ناقل لمعاناة هذا المواطن ومحاولة حل هذه المعاناة. اليوم جاء الوقت باش أولا نقدموا التقريرين الأدبي والمالي ديالنا، وفي نفس الوقت باش ندخلوا واحد التغيير صغير في واحد الفصل من الفصول ديال القانون الأساسي ديالنا، وكذلك ربما باش يلتحقوا بنا جمعيات جديدة ونحن نرحب بها. عرف اللقاء مناقشة الأوضاع التنموية الثقافية والبيئية، حيث تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي والمخطط الاستراتيجي لمرحلة 2015 إلى 2019.